إريك مانديل في موقع ذا هيل. على أمريكا أن تعد العدة لحرب إسرائيل المحتملة مع حزب الله في 2024. يتساءل الكاتب إذا ما كانت أمريكا مستعدة للحرب المحتملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، مضيفاً أنه من مصلحة إدارة بايدن التنسيق مع إسرائيل ووضع الأولويات قبل أن تندلع هذه الحرب، لأن الوضع في شمال إسرائيل لن يعود كما كان سابقاً، وإسرائيل ستعود للسيطرة على حدودها الشمالية وإبعاد حزب الله ومنعه من تهديد وتهجير سكان شمال إسرائيل. ويدعي الكاتب أن حزب الله قادر على الدفع بمئات المقاتلين للتسلل إلى داخل إسرائيل والتسبب في وقوع ضحايا أكثر مما حدث في 7 أكتوبر الماضي. ويصف مانديل حزب الله وترسانته من الصواريخ بأنها بوليصة تأمين لطهران ضد أي استهداف إسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية. ماجن كيلي وويليام كريستو وأليكس هورتون في واشنطن بوست: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض الذي زودتها به الولايات المتحدة في هجوم على لبنان. يخلص تحليل قامت به صحيفة واشنطن بوست لشظايا القذائف التي عثر عليها في قرية صغيرة جنوب لبنان إلى أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض التي زودتها به الولايات المتحدة في هجوم 16 أكتوبر تشرين أول على قرية الظهيرة في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة 9 مدنيين على الأقل. ويضيف التقرير أن استخدام الفوسفور الأبيض بالقرب من المناطق المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، علماً أن الجيش الإسرائيلي قد أبلغ الصحيفة أن استخدامه للفوسفور الأبيض يتوافق مع متطلبات القانون الدولي، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض يجب أن يكون مصدر قلق كبير للمسؤولين الأمريكيين. توم أوكونور في نيوز ويك: إسرائيل تسعى وراء تغيير دائم على حدودها مع لبنان. ينقل الكاتب عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لن تقبل بعودة الوضع على حدودها الشمالية مع لبنان إلى ما كان عليه قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأن تل أبيب تسعى لتغيير طويل الأمد على الحدود مع لبنان لضمان ألا يكون المدنيون الإسرائيليون تحت تهديد مستمر لقذائف وصواريخ حزب الله المدعوم من إيران، والذي يرفض الابتعاد عن الحدود الدولية وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ريا جلبي وليلى عبود وجيمس شوتر وأندرو إنجلد في تقرير للفاينانشال تايمز: الولايات المتحدة تقود حملة لإقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله. يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تقود مبادرة دبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا لإقناع حزب الله بالانسحاب عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ويجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701، والذي يتطلب من الجماعة المسلحة المدعومة من إيران سحب مقاتليها من المنطقة الحدودية. كما يناقش الدبلوماسيون منح الجيش اللبناني دوراً أكبر في المنطقة في محاولة لإقامة منطقة عازلة بين حزب الله والحدود وتقوية دور قوات اليونيفيل في المنطقة، إضافة إلى ترسيم الخط الأزرق رسمياً والذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان في غياب حدود متفق عليها رسمياً.